تنظيم هذا المؤتمر حول المياه الدولية في مراكش من طرف صندوق البيئة أو مرفق البيئة العالمي وكذلك اليونسكو اللي عندهم علاقة أيضا بالبرنامج مجموعة البرامج الإنمائية للأمم المتحدة. عنده رسالة واضحة هو أن المغرب اليوم يعتبر نموذج في الريادة وفي الإشعاع وكذلك أنه استطاع يطور واحد الشراكة متميزة مع صندوق البيئة العالمي اللي ما كنسمعوش عليه بزاف. هذا من جهة، وبالتالي الحمد لله وخيرها هو أن في بوسكورة عندنا خدينا النسخة الثانية من واحد مشروع واعد بالنسبة لصحة وسلامة المواطنين. هذا المشروع هو يخلص كل المحولات الكهربائية من مادة مسرطنة اللي هي البي سي بي وفي نسختها الثانية من أجل أن تكون مستدامة ومن أجل أن إمكانية نقل التجربة لإفريقيا. وبالمناسبة احنا كننظموا زيارات بيننا وبين الوزراء أفارقة لهذه المحطة. المستوى الأول، المستوى الثاني هو هذا المؤتمر، هو مؤتمر منصة للنقاش للتداول لبناء الثقة، لأن كما تعلمون أن المياه الدولية والمحيطات هي مشترك عابر للقارات وللحدود، يدبر بسياسات وطنية، ولكن في نفس الوقت أثار أي تدبير ما فيش حكمة ولا في إشكالات خاصة من دول اللي عندها إشكالات بالطبع كيكون عنده آثار مشتركة من طرف دول أخرى، وبالتالي أي تلوث مثلا في غرب القارة الإفريقية قد يصل آثاره الوخيمة إلى شرقها وهكذا دولك. بالتالي هذا المؤتمر أولا لبناء الثقة أكثر ولتقديم مشاريع حلول، لأنه ليست له صفة تقريرية ولكن هو واحد تمثيلية بين الخبراء والعلماء في مجال المحيطات والمياه الدولية وممثلي الحكومات ل 183 دولة. بالتالي هذا يعني تبادل الرؤية وهذا النقاش وهذا التداول كيعطي مشاريع قرارات، مشاريع توصيات من أجل تبنيها لحماية المنظومة البيئية الإيكولوجية للثروة البحرية باش المحيطات والمياه الدولية ما تمشيش في احترار أكثر اللي يقدر كما قالوا السادة الخبراء والمسؤولين كيؤدي الله إلى إشكالات حقيقية يعني تضر وتهدد الأمن الغذائي خاصة القارة الإفريقية. النقطة الثالثة هو أننا كما سمعت منه شخصيا وأنه هذا ما لمسته أنا في حضوري في مجموعة المنتديات خاصة المنتدى الأخير ديال المجلس الدولي الأخير، هو أن هناك كيعولون أكثر على المغرب في الريادة وحنا كنتعبأ أكثر من أجل أولا أن تكون لنا تعبئة تمويلات ومشاريع يعني بونكابل من أجل مشاريع نموذجية للمواكبة في البرامج الوطنية وكذلك مشاريع نموذجية فيما يتعلق ليس فقط في الموارد المائية ولكن عامة في خصوص كل الأهداف 17 في التنمية المستدامة. وعندنا معهم مشاريع على الطاولة إن شاء الله، هذه مناسبة أننا نتقدم فيها.